السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة كالعادة. جيتكم اليوم بوصفة صدقوني بزاف بزاف بنينة وتصلح في هذه السخانة اللي رانا فيها. تقدروا تقولوا عليهم فطائر يطيبوا في المقلاب بلا دجاج وبلا لحم بالتومبرك، بزاف بزاف بنان. اذا ما راكوش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش هكا يلحقكم كل جديد. ودوكا نجوزو المقادير تاع الوصفه تاعنا. اول حاجه نبداو بالعجينه، بزاف بزاف سهله العجينه. عندي 3 كيسان تاع فارينه، نفس الكاس اللي كيلت به الزيت والماء، 3 كيسان فارينه، مغرفه صغيره تاع الملح، نص مغرفه صغيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الخبز. من بعد نزيدو ربع كاس تاع الزيت ونلمو بالماء الدافي، تاخذ لنا كاس ماء دافي. هنا نحط 3 كيسان تاع الفارينه تاعي، نزيد لهم مغرفه صغيره تاع الملح، نص مغرفه صغيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع الخميره. نخلط قبل الفارينه مع الملح باش نزيد الخميره والسكر. من بعد هنا نزيد نضيف ربع كاس تاع الزيت ونخلط هادو المقادير كامل، ندخلهم كامل مع بعضهم. من بعد نلمو العجينة تاعنا بهذاك الكاس تاع الماء الدافي. هاي ليك هنا، بعد ما تلمت العجينة تاعي دوك نغطيها نخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة ونولي. وهنا بعد ما ارتاحت لي العجينة تاعي لمدة 20 دقيقة نجيو هنا باش نخدمو بها. هنا انا خرجت لي 6 فطائر، تخرج لي 6 فطائر يعني يشبعوا، تقدروا تقولوا عليهم ساندويتش، بزاف بزاف سهلين. هنا نحل هذه العجينة تاعي نديرها حربوش ونقطعها على 6. من بعد ندير هذوك، من بعد هذوك 6 اللي نقطعهم نشكلهم على شكل دوائر. وهنا كي كملت شكلتهم دوائر نجيب هنا بابي كويسون يكون هكا مربع، نحط الدائره تاعي ونحلها على شكل دائري. اذا انا علاش هنا استعملت البابي كويسون باش كي نرفدها ما يروحليش الشكل الدائري تاعي. ما اذا نتوما تقدروا ترفدوها ما راحش يخسر لكم الشكل الدائري تاعكم بلا ما ديروا البابي كويسون. هنا درت المقله تاعي تسخن، من بعد نحط هذيك العجينة اللي فتحتها دائري بهذا الشكل. من بعد نبدا نحي في البابي كويسون بالعقل هكا، قلت لكم بالشبرك ما يخسرليش الشكل. اذا كان تقدروا ما يخسر لكم الشكل بلا ما ديروا بابي كويسون. من بعد هنا نطيبها من الجهه التحتانيه، كي نقلبها نكملوا مع بعض. وهنا كحشو واش راح ندير؟ عندي كميه تاع البطاطا مقليه، عندي هنا جبن مثلثات شيدر فرماج غافي، كميه تاع بصل قطعته قطع مربعات صغيره، و كميه تاع الطون طماطم. تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا تعوضوا بالدجاج،
تعوضه باللحم على حساب كل واحد واش عنده فطار. هنا بعد ما قلبت الخبزه تاعي طابت لي من الجهه، نخلي الجهه الاخرى راح يطيب، وانا هنا نجي ندير هذاك الجبن المثلثات تاعي. من بعد ندير البطاطا المقليه، البصل، الطون، والفرماج غابي اللي هو الشيدر، تقدروا ديروا اي جبن عندكم، يعني الحشو اختياري، ديروا اي حاجه تحبوها نتوما، تقدروا ديروا تكتوكه كيما تحبوا. من بعد نغلق هاد كي ندير كامل المقادير تاعولي، نغلق بالطريقه اللي راح تشوفوها في الفيديو. وهنا كي نغلق نقعد نضغط مليح على الخبزه تاعي باش تاخذ هذا الشكل. من بعد نطيبوها في الجهتين، نحمروها مليح ونقعدوا نضغطوا عليها باش تشد هذا الشكل اللي درناه. ومن بعد تكون الفطيره تاعنا ولا الخبزه تاعنا ولا الساندويتش تاعنا يكون واجد، وتشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. هاي ليك في الاخير، يعني هاد الفطيره ولا هاد الساندويتش ما خداش منا بزاف وقت، فقط يعني وجدوا المقادير تاعكم الاول وراح يجيكم كلش ساهل، صدقوني يجي بزاف 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 بنين مع هادي سخانه. ما نحبو ناكلو غير عفايس خفاف، ما نحبوش ناكلو هادوك العفايس اللي يزيدو يسخنونا اكثر. نتمنى تجربوا الوصفه، و نورمالمون راهي اقتصاديه، مقادير متواجده في كل بيت، جوست تشريو الطون و تجربوا هاد الوصفه. هاي لك شوفوا الداخل كيفاش تجي، صدقوني بزاف بزاف يجي بنين، ومام كي درنا الطون طوماط ما راحش يجي ناشف الداخل، وفيها تانيك الجبن. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا جام، واذا كان جربتوا الوصفه يهمني رايكم، وقولوا لي اذا نجحت لكم، يعني قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. هاي لك هنا كنعطيها كيفاش تجي لداخل. هنا تقدروا تضيفوا لداخل فلفل، ضيفوا اي حاجه حبيتوها. وفي الأخير نقول لكم مع السلامة إلى فيديو قادم في أمان الله. سلام.